عشان نتكلم اكتر كمان عن مباريات كاس سوبر امبارح من الامارات، معانا الناقد الرياضي علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. استاذ علي، صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك يا وبالسادة اهلا الضيوف بيك. وكل المتابعين والمشاهدين. في البدايه لو حضرتك تكلمنا عن اجواء مباريات كاس السوبر المصري في الامارات. دايما المصريين بينتظروا، عندهم شغف كبير جدا لاي رياضي مصري خارج البلاد وتحديدا في الدول الخليج، وتحديدا اكثر في الامارات في شغف كبير جدا خاصه لكره القدم. طبعا اللي شفناه امبارح في استاد محمد بن زايد كان تظاهره رياضيه جميله بتنم عن ان المصريين خارج الحدود يعشقون الرياضه ويعشقون الانديه المصريه المتواجده. زحف جماهيري منذ وقت متبكر تحديدا قبل ماتش الاهلي، طبعا ده عشان الجماهيريه وحاجات كتير. كان الملعب مليء على الاخر، سواء كان قبل كده برضه استاد هزاع بن زايد في مدينه العين او استاد محمد بن زايد في مدينه ابو ظبي. الشغف الجماهيري لمثل هذه المباريات كبير جدا، يعني المسافه بين ابو ظبي مثلا وبقيه الامارات ما في 150 كيلو 100 كيلو اقل حاجه، ومع ذلك بتجد كل الاسر المصريه كبار صغار حتى الشباب اللي جاي مثلا شغال في مكان ما جاي يتابع ويشوف ويشجع فرقته ويشجع لاعبته، في طالما هم الجميع بيعتبرهم ضيوف عندنا. يعني استاذ علي، امبارح طبعا كان نهائي السابع تاريخيا للسوبر المصري في الامارات، وكمان تم تجديد استضافه البطوله بشكلها الجديد لمده 4 مواسم. تعليق حضرتك ايه، وشايف حتى يمكن اداء المشجعين المصريين وجو المباراه نفسه، جو المباريات نفسه بيبقى عامل ازاي؟ هو فكره السوبر كمان انها تقام بره مصر وبهذا العدد من الانديه، اعتقد انها فكره جيده، وترحيب الامارات كل سنه بالاستضافه. يعني الامارات بدات الاستضافه من 2015، واعتقد ده شيء رائع جدا. 2015 2016 2017 19 21 و22 و23، الفكره نفسها فكره جيده جدا، اجواء رائعه جدا. ده سادس، ده سابع سوبر، وبالتالي احنا طبعا لسه في تجديد لسوبر لمرات اخرى عديده. ده بيدي حتى انطباع ان دايما، وده متواجد حتى بعيد عن الرياضه، ان الالفه والعلاقه اللي بين الشعب المصري قياده وشعبا والشعب الاماراتي دي حاجه متميزه جدا، مش على مستوى منطقه الخليج، قد يكون على مستوى العالم تقريبا يكون في دولتين بهذا التقارب الجميل. السوبر طبعا بهذا النظام انا بعتقد انه فكره جديده وفكره حديثه ولها فوائد كتير، سواء على للاماراتيين نفسهم في التنظيم وللكره المصريه بشكل عام. طبعا السيد علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم.